بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم. درس جديد من دروس دوره يوز اونلاين مقدم من قبل فريق اسس، معكم خلدون يلداني. نحن مكملين بحل بنك الرياضيات بالصفحه 25 تمرين رقم 13. بيقول رقم 13 اذا كان عندي 2 اس 10 يساوي اكس بنظام العد الرباعي، اوجد قيمه الاكس. تمام. هلا 2 اس 10 هي فينا نقول بنظام عد رباعي هي 4 أس 10 أس 5 عفوا. شلون سويتها؟ الاثنين أس 10 حسب الأعداد الأسية فيني سويها 2 أس 2 أس 5، مظبوط؟ بضرب الأس بالأس يعني 4 أس 5. ها هو شو بده إياه بنظام العد الرباعي؟ 4 أس 5 معناتها في قبلها 4 أس 4 بس مضروبة بصفر، في قبلها 4 أس 3 بس مضروبة بصفر، وفي 4 أس 2 قبلها بس مضروبة بصفر، في قبلها 4 أس 1 بس مضروبة بصفر، في قبلها 4 أس 0 بس مضروبة بصفر. هدول كلهم عم يعطوني صفر، عم يصفى معنا 4 أس 5 اللي هي مضروبة بواحد. لذلك بنظام العد الرباعي هي 0 0 هي 0 0 0 صفر صفر واحد. فبنظام العد الرباعي بيطلع معنا هاد. جربوا حولوها، لاحظوا انه صفر صفر صفر، وهون واحد باثنين أس قديش؟ عشرة، او هي اربعة أس خمسة يعني اثنين أس عشرة. سؤالي بعد سؤال رقم 14 بيقول سؤال اذا عندي اربعة مربع زائد اربعة زائد ثلاثة يساوي A بالاساس 2، اوجد قيمه ال A. هلا هون في عندي احتمالين، يا بساويها هي 16 زائد 24 و23 وبقسم على 2، يا اما الثلاثه حتحربها. هو شو نظام العد عندي؟ شوفوا هو 2 اس 0 زائد، طبعا عدد مضروب ب 2 اس 0 زائد عدد مضروب ب 2 اس 1 زائد عدد مضروب ب 2 اس 2، مزبوط؟ شو زائد عدد مضروب ب 2 أس 2 زائد عدد مضروب ب 2 أس 3 وهكذا. تعالوا نشوف 2 أس 0 و 2 أس 1، أنا عندي 3، 3 هي 1 زائد 2، ففيني أقول أنه هي 2 بضربها ب 1 وهي بضربها ب 0، هي بضربها عفوا ب انشورد يكونك 1 واحد. تمام؟ يعني لأنه واحد ضرب اثنين أس صفر هي واحد، واحد ضرب اثنين هي اثنين، يعني بيعطينا ثلاثة. خلصنا من الثلاثة، نجي للأربعة. الأربعة هي اثنين أس اثنين، فبحط إنه واحد ضرب اثنين أس اثنين. هلا بجي للأربعة، خلصنا من هاي، بجي للأربعة أس اثنين. الأربعة أس اثنين هي اثنين أس 16، أربعة أس اثنين 16، والستاش هي 2 أس 4 عفوا، 2 أس 4، بس ما عندي أنا 2 أس 4، ما عندي معناتها 2 أس 3، لذلك هون عنا 0 ضرب عدد ب 2 أس 4 يعني 1. لذلك هذا النظام بنظام العد الثنائي بيطلع معنا 1 1 1 0 1. أو يا أخي فيك تساوي 23 وتقسمه 2 بيطلع معك نفس الناتج. سؤال رقم 15، عندي جذر 144 بA، إذا الأساس A يساوي 14 بالأساس 5، أوجد قيمة الـ A. طبعا جذر 144 مو 12 ها هون، لأنه نظام عد مختلف ما بعرف شو هو. إذا خلونا نفكها، تحت الجذر 4 ضرب A والصفر زائد 4 ضرب A زائد A مربع يساوي 4 ضرب 5 أس 0 زائد 1 ضرب 5. هلأ هي بتعطيني شو؟ 9. بربع الطرفين بصير معي 4 زائد 4 A زائد A مربع يساوي 81. ننقل ال 81 للطرف الثاني، بصير معنا A مربع زائد 4 A ناقص 77
يساوي صفر. بالتحليل المباشر بدي عددين جداعهم 77 وطرحهم 4 هنن A زائد 11 و A ناقص 7. طبعا A زائد 11 بتطلع معنا A ناقص 11 بالتالي مرفوض، لذلك A ناقص 7 يساوي صفر، فبنستنتج انه A يساوي 7. سؤالي بعد سؤال رقم 16، إذا كان عندي AB بنظام العد السداسي وعندي BA بنظام العد السباعي وعندي 1AB بنظام العد السداسي، أوجد قيمة A زائد B. طيب نفكفك، بصير معنا B زائد 6A زائد A زائد 7B يساوي B زائد 6A زائد 36. هلا لاحظوا انه 6A بتروح مع 6A والبي بتروح مع البي، بصفوا معنا A زائد 7B يساوي 36. طبعا لاحظوا انه الA والبي قيمها اصغر من الستة، يعني ممكن تكون 1 2 3 4 5 من بين هدول او صفر. تمام، من بين هدول شو في عنا اعداد ممكن طبقها بيطلع معي، طبقها على هي بيطلع معي 36. قال اذا اجيت ضربت البي بخمسة، خليت البي خمسة وضربتها بسبعة بيطلع معي 35، ضف له واحد بيطلع معي الجواب 5 زائد 1 ويساوي 6 لانه جواب 36 يعني. تمام، إذن البي طلعت معنا 5 بالتجريب والاي طلعت معنا 1. طبعا لاحظوا انه اعلى قيمة للاي والبي لازم تكون 5 لانه اصغر نظام عد عنا هو 6. سؤال رقم 17، اذا ما لك دارس اسس العد منيح ما هتفهم علي فرنك. هون 1 2 1 بنظام العد اكس يساوي اي، طبعا بكل مو قصدي بهذا المثال بالذات بالدرس كله، قال أوجد A بنظام العد X زائد 1. طيب خلونا نفكها، هاي بتصير معنا عفوا 1 زائد 2X زائد X مربع، هاد شو؟ هاد A، بدي حوله لنظام X زائد 1. بصراحة هي صعبة شوي، لذلك تعالوا نفرض مثلا انه X تساوي 2، فحيصير معنا A يساوي 4 زائد 4 زائد 1 ويساوي 5. تمام؟ يساوي عفوا 9. قال أنا بدي حوله لنظام عد X زائد 1، يعني بدي حوله لنظام عد 3. تمام؟ يعني بقسم على قديش؟ على 3. أنا فرضت الـ X 2